يا نار الحزين شبي ولعيني والله ولعيني ويا دهر الشوم بعيت ولع عني حريت عين الكفية والله حرت عين الكفني كفني والعيني انعمت وانصابت بسهم المنية ويلي ويل انعمت وانصابت بسهم العباس لما سمع زينب تخاطب الحسين تقول له هل استخبرت أصحابك الرواية منقولة للأصحاب لما تجمعوا أمام خيمة زينب جاء مهرولنا بالفضل العباس قال لزينب أتخافين يا زينب وأنا موجود شو تقول تقول لا أنا خايف أنا خايف لا تقول مدري مدري يا عباس يا صوان خدري أي أنا خايف ينهت تجلي بالفضل لأبي الفضل العباس أشوف نايم على تلك المسنات تقل لي أخويا يا نايم ابن أم العوافي خويا لي شعل هل تربى زينب قوم وافي والله وعدت زينب قوم وافي تقل له بعد شنو تقل له خويا تدري تدري الحرمة عقب ابوها والله عقب ابوها تعاين يا خويا الدرب اخوها والله اختكم أهل هل دللوها بديار غربة ضيعوها بعش تقول له بالفاضل تقول له خويا خويا يا محلى الأخت لو عدها خوان والله تعيش مدللة وما يوم تنهان والله بهيبة ولا تبالي بجار الأزمان بعد تقول له أنا تمنيتهم أنا تمنيتهم عدلين أخوتي والله أخوتي بهذا الحال ويسمعون صوتي والله موت من القهر